ابن الفارض صاحب المنظومة التائية اللي في وحدة الوجود، تائية، منظومة تائية في وحدة الوجود والعياذ بالله، فهي كفر وإلحاد. لكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه ما يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو ما بلغته، فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر، لكن صاحبها يتوقف فيه، يتوقف فيه. هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الفارض.